التحليلية. في العراق المتأزم سياسياً، قصف تركي وتمدد عسكري، ما خيارات الصد؟ فرنسا على عتبة الحسم، تنافس ساخن بين معسكرين وبرود لدى الناخبين، كيف تتحدد الوجهة؟ متاحف اليمن في مرمى الاستهداف، قصف وتدمير، تهريب وتخريب، لما يخشى العدوان ذاكرة التاريخ؟ وفي قضية اليوم، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سعي إلى زيادة تمويلية وإقرار بوضع قائم يصعب تغييره، من أروقة القرار إلى أدوات التنفيذ، كيف ترتدي السياسة الخارجية ثوب المساعدات؟ التحليلية تأتيكم الساعة 6 مساء بتوقيت القدس الشريفة.